مرة أخرى مشاهدينا، و بجد ترحيبي بضيوفي الأعزاء. قبل ما نستطرد في الحديث خليني برضه أقول لكم مرة تانية الأرقام عشان تبلغوا عن أي حالة تحرش أو تعدي. الرقم الأول بنات بقى تركز معايا 011-269-7734، والرقم الثاني 011-269-7732، وهتظهر قدامكم الأرقام على الشاشة حالا. أرجوكم، هي موجودة دلوقتي قدامكم على الشاشة، وأرجو أن أنتوا تحتفظوا بالأرقام دي على تليفوناتكم علشان تبلغوا عن أي حالة. صدقوني أنتوا بتساعدوا في تقليص هذه الظاهرة. الظاهرة دي مش بتاعتنا، مش احنا اللي نعمل كده. وما تنسوش ان الموضوع برضو مش متعلق بموضوع زحمة او موضوع يعني تكدس زي ما حضرتك كنت بتقول الاستاذ عصام، لان في 25 يناير في 30/6 ما كانش فيه تحرش الا يعني حالات قليلة جدا، وكانت من ناس معينة هم كانوا عايزين يبوظوا الدنيا، بس كان فيه شباب كويسين جدا زي استاذ عصام كانوا بيحموا البنات. فالموضوع برضو يعني انا مش لاقي مبرر. هو المبرر الوحيد اللي انا شايفه شفت حضرتك في التقرير في الاول خالص الراجل اللي كان بيقول ان هي ليه تنزل بالشكل ده في اليوم ده مش عارف ايه ده. الراجل ده وعلى شاكلتي هم دول اسباب التحرش. يعني صح. وانا واقف ماسك الولد، واحد من الواقفين يقول لك يا عم حرام ده عيل صغير سيبوه، يا عم حرام ده خلاص مش ضربتوه خلاص سيبوه بقى، ده يتربط مفروض جنبيه مش يتساب. الناس اللي بتبرر وتقول معلش استاذة عصام، هي البنت كانت ملابسها عامله ازاي؟ عاديه يعني لابسه جينز بشعرها مش حاطه ميك اب اللي هو اوفر، حاجه خفيفه، وبنت من طبقه متوسطه يعني فيصل احنا مش الزمالك، ف يعني لابسه لبس عادي. انا شايفه ان هو مش جذاب ومش فاتن، مش حاجه اللي هي زي البنت على جامعه القاهره. لا حاجه عاديه. البنت بتاعت جامعه القاهره استاذه دالي كانت لابسه لبس اوفر، خلينا نكون منصفين، كانت لابسه لبس اوفر. هو ما يصلحش اللبس جامعه ما يصلحش اللبس جامعه هو يصلح لسهره فعلا. هي البنت اهي برضو خلي بالك انت، انا طبعا ما ببررش التحرش، بس لبسك وشعرك وطريقه او دي انا مش عارفه هي محجبه ولا ده شعرها. لا ده شعر، دي باروكه. باروكه تقريبا انا يعني. مش شايفه كويس بس طيب عموما اللبس اللبس اللي هي لابساه هي واضح ان هي محجبه، بس اللبس اللي هي لابساه برضو مش مناسب للجامعه ايا كان هي كانت بحجاب او من غير حجاب، غير مناسب للمرأة. الملابس ضيقة وألوانها يعني فاقعة قوي. برضو انت مش ببرر اللي انت ان انت يتم التحرش بيكي داخل الحرم الجامعي، بس انت كان ممكن يتم التحرش بيكي بره بالزبط. الجامعة كمان فده مش لبس ان انت تنزلي بيه برضو بالنهار في عز النهار وانت رايحة الجامعة، دي مش حاجة ظريفة. في اشاعة طلعت ان البنت دي اتحرشت بيها قبل كده في الجامعة كذا مرة، يعني قريتها على كذا موقع ان حصل يعني هي نفس البنت كذا مرة قبل كده 4 مرات تقريبا وبيقولوا عشان هي بقى بتحب كده فبتروح الجامعه بالشكل ده. فانا لا هي بتحب كده اصلا يعني خلي بالكم انها على الجانب الاخر يعني ايه بتحب يعني ايه بتحب ما انا مش عارفه على الجانب الاخر معلش بقى يبقى هي لو في فعلا سيده عندها هذا المرض تبقى هي مريضه. لو هي فعلا عندها المرض ده ولو هي بتتعمد تنزل بملابس ملفته قوي عشان يتم التحرش بيها يبقى هي مريضه، يبقى هي كمان عايزه تتعالج او تتربط في الشجره جنبها. صح. طيب حضرتك رايك يا استاذ دالي في يعني في الموضوع ان في بيقول استاذ عصام بيقول انه بيقال ان البنت دي كانت انا مش عايزه طبعا اتكلم يعني عنها هي شفنا انا قلت اشاعه اقول كلامي دي شائعه وبلاش عنها هي يعني نتكلم عن اذا كان في واحده هي فعلا حابه ان هي حد يتحرش بيها. لأني برضو شكه في الموضوع ده قوي يعني. هو ده طبعا ده اكيد من المبررات اللي هي سوري يعني مش مبررات عبيطه قوي يعني في واحده بتحب تنزل الناس يتحرشوا بيها يعني في حد يصدق الكلام ده للاسف في ناس يعني بتقول كده يقول لك دي بنت بتحب المعاكسه. يعني قلت له ماشي معاكسه يعني ممكن تكون بنت ممكن بنت تحب ان تمشي في الشارع يتقال لها كلمه حلوه ممكن مريضه على صغير لكن هي تحب ان حد يقرب لها ويمسك جسمها ويتحرش بيها لا ما اصدقهاش. ده غير يعني غير منطقي اشاعات غير منطقيه بالمره يعني يعني الاشاعات دي بتشجع المتحرشين. ايوه زي الولد اللي قال ان هو ما هم بيلبسوا مش عارف ايه برضو في التقرير ان هم بيلبسوا كده واحنا بنعمل ايه ومعرفش ايه تمام. طب برضو في حاجة تانية بيبرروا التحرش بتأخر سن الزواج، وللأسف برضو في أعمال فنية كتير تناولت الموضوع ده ان بيبرروا التحرش الجنسي بموضوع تأخر الزواج. حضرتك رأيك ايه في الموضوع ده؟ هو مش مبرر. يعني مثلا
اللي تأخر سنه في الجواز هل هيوافق ان صديقه اللي تأخر سنه في الزواج زيه يضايق أخته؟ مش هيوافق. ما هم بيفكروش كده. ما هو لازم الثقافة هي نرجع في الآخر ونقول إحنا محتاجين ثورة أخلاق، محتاجين ثورة ثقافية. ففكرة تأخر سن الزواج للشاب والشابة دي مشكلة كبيرة موجودة في مصر، وطبعا دي مشكلة اقتصادية في المقام الأول. بس مش حلها إن الشباب يتحرش، مش حلها يعني. وبعدين إحنا بنقول مصر شعب متدين بطبعه. طيب شعب متدين بطبعه، يعني الجملة دي استهلكت بما فيه كفاية. طيب ده شكل من بره ومن جوه. طيب في ملف خطير جدا يعني احب ان انا انوه عنه بسرعه. احنا بنتكلم عن التحرش في الشارع. تمام. طيب للاسف عندما ده ملف خطير بس انا لازم اتكلم عنه. ان في تحرش داخل الاسره. في تحرش بيحصل من الاقارب الدرجه الاولى والبنت ما بتقدرش تتكلم. انا اعرف بنت يعني كانت يعني بنت بسيطة، بنت بواب يعني عندنا. أختها كانت توفت. فأنا بعد فترة بنت كانت بتيجي عندي يعني. فسألتها على سبب الوفاة، قالت لي إن هي انتحرت. أختها انتحرت. فبعد شوية لما يعني أخذت منها الكلام يعني عرفت إن هي انتحرت لأن والدها اغتصبها. والدها. دي نقطة، دي موضوع تاني خالص، ملف موضوع تاني خالص أستاذة دالي. أيوة بس يعني أنا بنقول إن برجع تاني إن إحنا عايزين نغير ثقافة المجتمع ونعمل ثورة أخلاقية من خلال الميديا، من خلال المدارس، وخصوصا مرحلة الإعدادية والثانوية، من خلال المدرسين، ومن خلال التربية الوطنية، ومن خلال الكتب الدينية أيا كانت دي إسلامية أو مسيحية. تمام. طيب خلونا نستقبل هاتفين. أستاذة هناء عبد الفتاح عضو لجنة الشباب بالمجلس القومي للمرأة، صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا أستاذة مها، ازيك؟ وصباح الخير على ضيوفة أستاذة داليا والأستاذة عصام، منورين. أهلا بيك يا فندم. طبعا احنا النهارده استاذه هناء زي ما حضرتك شايفه بنتكلم عن التحرش الجنسي، والحقيقه الموضوع متفاقم والظاهره بتنتشر، واحنا بنحاول كل بيقوم بدوره يعني ان احنا نحاول ان احنا ننهي او نقضي على هذه الظاهره. راي حضرتك ايه يا فندم ومقترحاتك ايه؟ انا شايفه ان مشكله التحرش الاهم من مواجهه المتحرشين هي مواجهه الناس اللي بتسقف لهم، الناس اللي بتقول لهم ايوه ما هي عندها كانت لابسه ايه، ايوه ما هبص المكياج، ايوه ما هبص ما اعرفش ايه. ايه يا جماعه ده يا جماعه، يعني انا مش فاهمه انتوا ازاي تسيبوا مرتكب الفعل وعايزين تحاسبوا المفعول به، باي منطق تتحدثون؟ اليس فيكم رجل رشيد؟ يعني ايه واحده تكون طالبه جامعيه على سبيل المثال، اخر حادثه حصلت البنت اللي ماشيه في الجامعه لابسه لبس، احنا ما حدش مش من حق حد يملي على حد يقول له البس ايه وما تلبسش ايه. طبعا هيك عندك حق. الجامعه دي ليها حرم، كون ان طالب يتعدى على حرم الجامعه ولا يحترم بيت العلم ويتحرش ببنت او ويطلع رئيس الجامعه الدكتور جابر نصار يقول لك ايوه البنت كانت لابسه لبس مذيع. يا دكتور جابر نصار مع احترامي لحضرتك، انت رجل تتفلسف فلسفه فارغه طول الوقت، انت رجل تصفط صفطه بلا داعي، انت لا تتعامل مع الامور، فرغها من مضمونها. وموقفك اصلا يعني ليه كذا موقف؟ اولا اتكلمت عن الحرس الجامعي ولا الحرس الجامعي ما يدخلش، وكان السبب في ان جامعه القاهره تحولت الى مرتع للفوضى والبلطجه بسبب موقفك من الحرس الجامعي في البدايه. اتكلمت عن التحرش، انت كده اديت شرعيه للمتحرش. ايوه ده انت بدل ما تطلع تقول دي كارثه، ازاي حرم الجامعه يخترق بالطريقه دي، انت طالع بتلوم البنت. تمام استاذه هناء، يعني حادثه الجامعه ما هي الا واقعه صغيره جدا لما يحدث في الشارع المصري، يعني في البلد كلها. طبعا بس احنا مشكلتنا ان احنا عندنا ناس نخبه بتطلع، نخبه اللي هي المفروض بتؤثر في الراي العام وبتوجهه، النخبه دي طالعه تقول لك ايوه ما هي اللبس، ايوه ما هي شوف المكياج، ايوه ما هي شوف ماشيه الساعه كام،
في ايه يا جماعه؟ احنا كنا من كام سنه مش من بعيد يعني من زمن عبد الناصر مثلا ولا حاجه، كانت الستات والبنات كلهم بيمشوا بمني جيب، ما كانش في حد بيرفع عينه فيها. مشكلتنا ان احنا عندنا ناس. مشكلتنا ايه يا فندم؟ لما هما الستات زمان كانوا بيمشوا بملابس قصيره ومحدش كان بيبص عليهم، يبقى احنا حصل لنا ايه يا فندم؟ ويعني حضرتك شايفه ان دلوقتي مفيش لا ميني جيب ولا ميكرو جيب ولا حاجه، احنا حصل لنا ايه يا استاذه هناء؟ احنا حصل لنا انفلات اخلاقي، حصل لنا فوضى، حصل لنا فساد، حكومات اثرت على ناس شباب كتير قوي، خلتهم فقدوا الامل في بكره، وخلتهم شباب ضايعين بلا هويه، وبالتالي ما بقاش فارق معاهم، عارفه اللي هو ما بقاش انا ما عنديش حاجه اخاف عليها، فماشي يؤذي في خلق الله. انا دايما المراه، انا بقيت على قناعه ان المراه المصريه دي اتكتب عليها تشيل الهم بكل جوانبه وبكل تشابكاته وبكل اذراعه، سواء بقى تبقى ام شهيد بعد الثوره، اخته، مراته، تمشي في الشارع يتحرشوا بيها، احنا اللي بنحاسب على كل الفوضى والفساد اللي موجود في البلد بشكل مباشر او غير مباشر. ودايما احنا اللي بيلقى علينا اللوم، ايه اللي وداها؟ ايه اللي لبسها؟ ايه اللي عملها؟ احنا محتاجين نطور على نفسنا، على اخلاقنا. احنا عشان البلد دي عشان خاطر تقوم على رجلها والناس فيها ترجع الى انسانيتها، محتاجين اول حاجه نبص للمراه اللي شايله الهم، اللي دايما حزينه، اللي بتعيط من 3 سنين على جوزها وعلى ابنها اللي ماتوا، وعلى جارها، وعلى واللي بيتحرشوا بيها هنا، واللي بيقللوا من قيمتها هنا، واللي مهمشه في التمثيل السياسي، على مهمشه على كل المستويات. احترموا المراه يا جماعه، المراه مش جسم، المراه كيان ووضع، المراه هي اللي بتولد الرجاله وهي اللي بتربيهم وهي اللي بتكبرهم. مش ما اقدرش اقول اكتر من ان انا بطالب الواحده اللي تتعرض لحادثه تحرش انها تحاول تاخد حقها بكل الطرق المتاحه قدامها. ازاي بقى يا فندم؟ لو هي في مكان في زحمه كتير وفي ناس يقدروا تحس ان ممكن حد يقف جنبها ما تسكتش وتتمسك بحقها لابعد درجه ممكنه. ده هيخلي المتحرش لما يبقى عبره لمن لا يعتبر، وهيخليه يفكر 1000 مرة قبل ما يعمل كده تاني. بالظبط كده، بالظبط. ولو وصلت لاسم، ولو لاسم شرطه تطلع بكل جرأه وما عندهاش اي مشاكل، ايوه انا تم التحرش بيا، وايوه انا مش حقي، ولو وتقف قدام الدنيا كلها. لازم احنا لازم نحترم نفسنا عشان نجبر اللي قدامنا على احترامنا. انما طول ما احنا بنتكتب وطول ما احنا بنقول لا او الفضايح لا، انا اقول انا لا، انت ما عملتش حاجه، انت مبني عليك. تاني حاجه من جزء من حل المشكله ان احنا نغير ثقافه الخطاب. النخبه اللي بتطلع تعلق على الموضوع، اتقوا الله، بلاش تلوموا الضحيه وتقولوا هي كانت لابسه ايه وهي كانت عارفه. الناس دي هتفهم امتى؟ يعني لما حد من اهلها فعلا يتعرض لموضوع زي ده. يعني الراجل اللي بيطلع يقول لك ايوه اللبس ومش لبس، امشي ورا مراتك في الشارع وامشي ورا بنتك، واكيد هما بيلبسوا زي ما انت شايف انهم يعني اكيد هما بيلبسوا لبس من وجهه نظرك كويس. امشي وراهم في الشارع وشوف التحرش معاهم وشوف المعاكسه وشوف قله الادب، وانت تفهم ان المساله مالهاش علاقه. حضرتك شايفه ان الخطاب ايضا الاعلامي سواء الاعلام المرئي او المسموع او المقروء مارس ضغوط على المراه المصريه كمان بهذا الموضوع؟ الخطاب الاعلامي طلع ناس بتتكلم بترغي وخلاص، طلع ناس مش فاهمه حاجه، انتوا طلعتوا ناس تقول العيب على لبسها، كل اللي ما انت مالك؟ انت ليه تدفعني انا ثمن انك انت انسان ضايع وبلا هويه وبلا هدف في الحياه؟ ليه تدفعني ثمن ان الحكومات ظلمتك والحكومات ما ادتلكش حقك وتطلع عقدك عليا؟ انا حره، انا البس اللي انا عايزاه واتحاسب قدام ربنا باللي انا عايزاه. انت ما تعاقبنيش وما تحاسبنيش. روح حاسب اللي خدوا حقك، روح حاسب اللي ضحكوا عليك وما ادولكش حقك في بلدك، لكن ما تحاسبنيش انا على ده. يعني هو بيمارس الانتقام. استاذة هناء، حضرتك شايفة برضو ان دي يعني روح انتقامية شوية من المجتمع في هذا الكائن المفروض ان هو شايفه ضعيف؟ طبعا، هو واحد شايف ان هو ضايع فما عنديش حاجة خاف عليها. لا هو بيشتغل مثلا شغلانة كويسة، ولا هو شايف مستقبل مشرف قدامه، ولا عنده هدف في الحياة، فماشي يرطش في خلق الله. طب انا ذنبي ايه؟ انا ذنبي ايه؟ تعمل معايا انا كده ليه؟ ما تروح تشوف اللي كانوا حقك واللي ضحكوا عليه، هتحرش بمهمة، هتحرش بينا ليه؟ طيب استاذه هناء، اخيرا بالنسبه لدور المجلس القومي للمراه، هل لكم يعني دور او مبادرات معينه للحد من هذه الظاهره؟ المجلس القومي للمراه طلع بيان طبعا احنا على طول بنعمل دوت، وعلى طول بنحط بوسترات، وعلى طول بنقول قومي التحرش،
طلبت حقك، بنعمل حملات توعيه في هذا الصدد. بس هو المجلس القومي للمراه مش الايد لوحدها ما تسقفش، احنا محتاجين نغير خطاب الناس اللي بتطلع تلوم البنت او الناس اللي بتطلع تلوم الضحيه دول، لازم ينحوا جانبا. انتوا ما تتكلموش خالص، انتوا ما تنطقوش هي غلطانه في ايه. وبعدين لبس البنت اخر حاجه، انا بتكلم على اخر واقع حصل في الجامعه، لبس البنت انا شايفاه يعني هو يعني في ايه، ماله لابسه بنطلون لابسه عليه جاكيت، عامله ايه يعني؟ مش راحه ببدله راس مثلا الجامعه؟ لا يا فندم يعني، بس كان في ناس بيقولوا ان الالوان ملفته شويه، الملابس ضيقه شويه، يعني انا بقول لحضرتك وجهه النظر الاخرى يعني. وجهه نظر فاشله، لان من النهايه في ناس بتبقى لابسه خمارات ونقاب خالص وبيتحرشوا بيها برضو. يعني في ناس بتبقى لابسه لبس قمه الحشمه من وجهه نظر اللي بيطلعوا يطبلوا ويهللوا ويقولوا اللبس وش اللبس، وبرضو بيتم التحرش بيهم. المساله مالهاش علاقه باللبس يا جماعه. تمام. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، أستاذة هناء عبد الفتاح عضو لجنة الشباب بالمجلس القومي للمرأة، شكرا لك مرة أخرى. أستاذة داليا كان عندي بس تعليق صغير على المداخلة. أنا بحيي أستاذة هناء على مداخلتها، هي أثارت نقطة مهمة جدا، إن إحنا محتاجين ثورة برضو على الأخلاق ونصور على نفسنا وعلى الأشخاص اللي بيبرروا التحرش. لكن تعقيبا على نقطة فتاة الجامعة، هي شايفه ان هي لبسها عادي او لبسها مش ملفت او لا، فعلا لكل مقام المقال. انا بشتغل في شركه، ما ينفعش اروح شركه بشورت او بنطكور او بجلابيه، لا بروح بلبس جينز تيشيرت قميص، عشان يبقى شكلك منتقد. ايوه شكلي هيبقى غريب ويرد. ما ينفعش انا اروح الجامعه كبنت فستان سواريه، لا فستان سواريه لابسه في سهره فرح وهكذا. زي ما حضرتك قلتي الفيديو قدامنا مره تانية. تمام. طيب استاذه داليا انت رايك ايه؟ والله انا على كلامي اللي قلته من الاول، لكل مقام مقال. انا ما اروح الجامعه في لبس عشان انا عندي حريه شخصيه البس اللبس اللي انا عايزاه. بس في حاجه اسمها شياكه، وفي حاجه تانية اهم اسمها محاكاه للواقع. ان انا اوكي انا حره ان انا البس بنطلون ضيق والبس بادي ضيق وانزل بيه الجامعه، اوكي انا حره، بس ابقى انا عارفه من قبل ما انزل ان الغلط مش عندي، الغلط في المجتمع، ان في ألف واحد عينه هتبص على جسمي، وفي 500 واحد هيفكر يتحرش بيا، وفي 2 أو 3 ممكن يتحرشوا بيا فعلا، لحد ما امراض المجتمع تتغير ابقى انا اخد بالي كويس انا بلبس ايه. انا ما زلت على كلامي، لكل مقام مقال ولكل مكان لبسه، والمدرسة ليها يونيفورم دايما كانوا بيوحدوه علشان ما يبقاش في، خصوصا البنت وهي رايحة المدرسة وهي جاية أو جوة أو مدرسة مشتركة أو في لبس للدراسة. تمام. وأنا رايحة الجامعة يكون في لبس للجامعة. طيب أنا هقول لحضرتك حاجة برضو يمكن أثرتها أستاذة هناء، وهي قالت هذه المرأة هي اللي بتنجب الرجال. ايه رايك بقى في المراه اللي هي بتربي الطفل على ده؟ ازاي؟ هقول لحضرتك ازاي. طول الوقت قاعده قدام الولد تنتقد لبس البنات، وبص دي عامله ازاي، وبص مش عارف ايه. طول الوقت قاعده قدام ابنها لما بيكبر بتتكلم بطريقه مش كويسه على اي بنت لابسه لبس مش على مزاجها. فهي بتربي ده يعني عنده، وبعدين ترجع تزعل لو حد اتحرش باخته. دي نقطه برضو مهمه، الامهات تاخد بالها جدا من الحكايه دي. زي ما بتحمي بنتك برضو خلي ابنك يحمي بنات الناس، زي ما بتحمي بنتك احمي بنات الناس. ابنك مش حلال ليه البنات كلها، وحرام ان حد يعاكس بنتك، لان في امهات فعلا يا فندم بيعملوا كده، مش كده استاذ داليا؟ طبعا يعني حضر اتفضل. ده مرض مجتمعي برضو، انا شايف ان هي الست او الام اللي تقول كده ده برضو مرض في دماغها يعني. لا ده كتير. ده انت مالكيش دعوه بحد يعني، كل واحد حر، في حريه شخصيه وفي لكل مقام المقال، بس انت ما تتكلمش على حد بالنقد. انت ما تعرفوش عشان تتكلم عنه. لا ده بيبقى اولاد في نفس المدرسه، فبتيجي الولد مثلا ممكن يجي يقول ماما ده مامه فلان لابسه قصير، ماما تقول له لا دي مش كويسه. طب انت شوفي انت بتربيه على ايه؟ انت بتربيه على ان دي بتحكمي عليها من مظهرها من لبسها. انت اول حاجه كده بتعمليها ان انت بتخلي الولد يحكم من المظهر، بتدمري له حاجه في عقله، ان هو يعني بتدمري له ان هو يفكر اصلا يحكم على البني ادم من الجوهر. احنا دلوقتي يعني برضو التربية الام برضو عليها مشكلة. طبعا.
عندها ازمه كبيره. فاحنا عايزين برضو يعني حضرتك بتقولي برضو انك ما عندكش يعني قلت ما عندكش اخوات بنات بس كان عندك الروح دي يعني اكيد والدتك ما كانتش بتنتقد السيدات الاخريات يعني ما اعتقدش لا لو يعني هي جت كده هو لو كل ام في بيت عندها ولد تتبنى القضيه دي وان هي طبعا مش هتكلم ابنها اللي هو في السن اللي هو سن المراهقه مش هتقول له انت هتعمل كذا او كذا لكن تبقى الام هي المدرسه وهي اللي بتعلم فالمفروض تقول له لو شفت ما تدوش خطاب مباشر تقول له خد بالك اعرف اصحابك نبههم ان ما يضايقوش بنتي في الشارع لان البنت دي ممكن لو اختك اتحطت في نفس المكان دون لازم الخطاب يبقى من داخل الاسره. تمام. عندي تعقيب صغير انا اسف بس على موضوع تاخر سن الزواج انا نسيته. هو المتاخر في سن الزواج لما يتحرش بيكتسب ايه؟ يعني دلوقتي انا بتحرش دلوقتي روحت دي احدى المبررات يا استاذ عصام اللي انا بقولها لك. يعني دي برضو مبرر من المبررات العقيمه اللي هو واحد اتاخر في سن الزواج طب انا مالي يعني يتحرش بيها انا ليه؟ يعني هو حتى مش هيحصل له اشباع في اي حاجه انا لما اروح اعتدي على واحده او امسك واحده ايه بقى؟ انا كسبت ايه؟ على فكرة هو برضو يعني أنا شايفة أنه هو ضحية ومسكين وكل حاجة بس أنت ما تعالجش مشاكلك بأن أنت تختلق مشكلة أخرى في المجتمع مش هيحللك المشكلة التحرش مش هيحللك المشكلة التحرش مش هيلاقي لك شغل مش هيخلي لك سن الزواج عندك يتقدم مش يعني مش هيسبب لك أي حاجة غير أن أنت هتبقى مهزأ هو يعني هي دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن نقولها يعني. طيب أستاذة داليا مرة أخرى عايزين نعرف بالنسبه لثوره الاخلاق في حضرتك بتقولي ان ممكن مثلا يكون في حاجه زي الكتاب بتاع التربيه الوطنيه الحملات في المدارس دي يبقى شكلها ايه عشان اجذب الاطفال ليها شوفي انا ما يعني مش عارفه ممكن يكون شكلها ازاي بس هي مش يعني ممكن من مدرسه والمدرسة بيكونوا مثلا بيحبوها في المدرسة أو الأخصائية الاجتماعية بتهيألي الأخصائية الاجتماعية هي أكتر حد ممكن يقوم بالمهمة دي إن هو يخصصوا لها حصة من الحصص اللي هي حصص الموسيقى أو الألعاب اللي الولاد ما بياخدوهاش أساسا وبقت مهملة في كل المدارس يدوا لها حصة في الأسبوع تقعد مع الولاد وتتكلم معاهم وتديهم توعية من أول إعدادي لحد ما يوصلوا لحد تالتة ثانوي أو لو أخصائي اجتماعي برضو موجود في المدرسة إن هم اللي هيلمسوا الناحية النفسية للولاد. تمام. طيب احنا خلينا نستقبل هاتفيا أيضا دكتورة كريمة الحفناوي الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري. صباح الخير يا فندم. اهلا صباح الخير يا مها وصباح الخير على ضيوفك صباح الخير يا وعصام اهلا بيك يا فندم. طيب دكتوره كريمه خلينا يعني ندخل في الموضوع على طول وظاهره التحرش اللي انتشرت بشكل مؤسف جدا في المجتمع المصري احنا النهارده بنحاول يعني نساعد في يعني القضاء على هذه الظاهره مقترحات حضرتك ايه؟ والله المقترحات كثيره أهمها على فكرة يعني هتدخل كلها في إطار الثقافة المجتمعية أو أنا هسميها الثورة الثقافية التنويرية المجتمعية بمعنى أن هناك أولا لابد من خطاب ديني متسامح يعود مرة ثانية لا يفرق بين الرجل والست خطاب بيعز المرأة كما أنصفتها جميع الأديان خطاب بيكرم الإنسان خطاب بيحرم أي اعتداء بدني أو نفسي على المرأة لأني اسمحيلي موضوع التحرش أو العنف ضد المرأة التحرش جزء منه وليس كل الـ يعني ساعات لما بنقول العنف ضد المرأة يفتكروا ان التحرش وفقط الاغتصاب لا ده انواعه في كتير ايوه انواعه كثيره اداء بدني اداء نفسي اني انا كرئيس
ويبقى عندي مثلا سكرتيرة او عندي اللي هم موجودين تحتي في العمل ان انا يعني اطالب منهم مطالب باعتبار انا رئيسهم، ده عنف ضدهم ايضا لان هم مقورين او هم المرؤوسين. يعني عديد من هذه الظاهرة. طب ايه زيادتها؟ زيادتها نتيجة لأكثر من حاجة. نمرة واحد، الخطاب الديني المتطرف الذي دخل وكان غريبا علينا لعشرات من السنين منذ يعني 30 أو 40 سنة بدأ هذا الخطاب المتشدد تجاه أن المرأة ليست إلا جسد فقط، فأصبحت المرأة فتنة، وأصبحت إذا مشت في الشارع فهي المجني عليها والجاني كيف تمشي في الشارع لأنها فتنة، رغم أن إحنا الحقيقة كنا نمشي في الشارع ونلبس الميني جيب، ولكن كان في حاجة كده اسمها شهامة الرجال وما يعكسش البنت، ودي بنت لا لسه موجودة دكتورة كريمة. يعني احنا معانا أستاذ عصام هو صاحب المبادرة اللي ربط المتحرش في عمود النور في الشجرة. أيوة أنا طبعا يعني أنا مش عايزين نفكر الأمل خالص كده الحقيقة. يعني يا عصام ده موقف شجاع جدا. عارف لو في ردع بالزمان، دي بقى نمرة اتنين اللي هدخل فيها، الردع. احنا مش بنعمل دلوقتي، عايزين محاكم ودوائر متفرغة لسرعة الرد للردع بالنسبة للإرهابيين. وكنا بنقول لو في ردع من الأول بفصل طالب مثلا أجرم أو اعتدى، أو ردع بالنسبة للمغتصب، ردع بالنسبة للمتحرش على مستوى الشارع وعلى مستوى القانون، ما كان ما نحن فيه. كم واحد اتحاسب لحد الآن؟ ثقافة مجتمعية وشجاعة اني اللي من تم التحرش بيها، واعتقد ان ده دلوقتي موجود، وكانت هناك منذ اكتر من 3-4 سنين قضية. ما اصبحش حد دلوقتي، يعني زمان كان عيب وسكوتي ودافع الجريمة. لا، دلوقتي لازم تعرف الفتاة او الست انها لابد ان تبلغ هذا المتحرش. الثقافة المجتمعية نفسها، مناهج التعليم، مراكز الشباب، قصور الثقافة، الإعلام نفسه وتناوله للمرأة. إحنا أخذنا في فترة من الفترات تناول المرأة، إما المرأة الفتنة الجسد فقط، والجسد هنا ليس كان للتطرف الديني فقط، السلعة، الدول الرأسمالية الكبرى، وتحويل أيضا المرأة لسلعة جميلة نختزل جسدها من أجل الإعلان عن سلع استهلاكية أو للتجار بالبشر أو للاستعباد. كل ده على فكرة موجود في دول العالم كلها. هنا لأن إحنا عندنا كانت أخلاقيات وقيم أكيد بنستهجن ده، إذن عندنا الثقافة المجتمعية لها دور كبير، تن قوانين لتغليظ العقوبات على تجريم العنف وتجريم العنف ضد المرأة. وأعتقد دلوقتي إحنا عندنا مادتين في الدستور علينا أن يتشرع قوانين وفقا ليهم. المادة اللي بتقول لا تمييز، المادة 53، على أساس الجنس أو اللون أو الفكر أو الوضع الاجتماعي أو العقيدة أو الثقافة، وكتبة كده والتمييز جريمة يعاقب عليها القانون. عايزين نشوف بقى هذا التمييز. عندنا مادة المرأة اللي هي قالت ان الدولة هتلتزم بانها بتجريم العنف ضد المرأة وتغليظ العقوبات. كل المادة 93 في المواثيق الدولية، قالت المواثيق الدولية جزء من هذا الدستور. مواثيق الدولية 1945، مواثيق دولية 1979 في تجريم العنف ضد المرأة وعدم التمييز. اخر في 2013 لما ذهبت الأستاذة الدكتورة ميرفت التلاوي علشان الوثيقة اللي مضينا عليها بتغليظ العقوبات وتجريم العنف ضد المرأة. في أكثر من وسيلة، منها الحقيقة يعني هذا الشجاع، يعني أنا بره فمش شايفة، عصام اللي ربط الراجل. ومنها أني لابد من أن البنت تدافع تدافع وما تخافش وما تخجلش من والجاني. ده بالظبط. الحقيقه دكتوره كريمه يعني في العديد من الحلول، بس احنا نبدا ننفذها، نبطل نخاف، نبدا ما اراده بقى، اراده سياسيه من كل الوزارات المعنيه والمراكز الثقافيه المعنيه. حينما يخش شعاع التنوير وشعاع التثقيف وشعاع الفكر الديني الصحيح يطرد الافكار الظلاميه، ويطرد ايضا يعني العنف ضد المراه والنظر اليها انها جسد. عايز اقول حاجه تاني ايضا، انا رايي جريمه العنف ضد المرأة، جريمة الاغتصاب، جريمة التحرش، لها أصول أيضا اقتصادية حينما يكون هناك تنمية ونطر. والله دكتورة كريمة، يعني
احنا محتاجين حضرتك تكوني معانا لمناقشه العنف ضد المراه بشكل اوسع يعني، لان واضح ان في حاجات كتيره جدا غير التحرش احنا لم نتطرق ليها، بس اكيد ان شاء الله في اطار برنامجنا صباح دريم هنتطرق لكل اشكال وانواع العنف ضد المراه مره اخرى. بتوجه لحضرتك بخالص الشكر والتحيه دكتوره كريمه الحفناوي الامين العام لحزب الاشتراكي المصري. دكتورة كريمة، أستاذة داليا كانت أشارت لحاجة مهمة جدا، الخطاب الديني، الخطاب الديني المتشدد اللي احنا شفناه في الفترة اللي فاتت وكان خاطئ طبعا، كان بيعامل المرأة على ان هي جسد او سلعة وان هي نزلت في الشارع طب تستاهل بقى اللي بيحصل لها، انما احنا خلاص مش عايزين ننظر للماضي وعايزين نشوف بعد كده الأزهر. دور الأزهر ايه؟ اتجاهين دلوقتي، في برامج بتتحضر تبع للأزهر لتوجه خطاب ديني معتدل، ومش الأزهر بس، نقابة الأشراف بتحضر برضو اتجاه لأن هم ينزلوا بحملات توعية بخطاب ديني معتدل. ودي حقيقة حصل، إن نقيب الأشراف ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ شيوخ الطرق الصوفية دعوا مجموعة من الشباب وكنت أنا منهم، رحنا نقابة الأشراف وقعدنا معهم وقالوا لنا إحنا نفسنا نعمل حاجة للبلد، وأهم حاجة إحنا عايزين نعملها إن إحنا نعمل خطاب ديني سليم. وشايفين إن أنتم كشباب يعني ملتحمين اكتر مننا في الشارع، وعرفونا احنا نعمل ده ازاي. وفعلا كان سماحة النقيب عامل برنامج تلفزيوني اعتقد ان هو هينزل في او تقريبا نزل منه حلقة تمام موجه لهذا الموضوع، لهذا الموضوع وخصوصا للشباب. الخطاب الديني سواء يعني المساجد الكنائس كل من يهمه الخطاب الديني، ارجوكم حاولوا ان انتم تساعدونا في هذا الموضوع، لازم الظاهره دي يتم القضاء عليها في اسرع وقت، مش احنا اللي نعمل كده يعني، مش شبابنا اللي يعملوا كده، مش بناتنا اللي يتعمل فيهم كده. استاذ عصام، تعليق اخير، المبادره ان شاء الله مستقبلا هتعملوا فيها ايه؟ طيب تعليقا بس بسرعه، الخطاب الديني، الخطاب الديني مشكله الفتره اللي فاتت كان مركز على البنات، بنات لازم يلبسوا كويس، لازم يخلوا بالهم يلبسوا واسع، لا احنا عايزين نغيره شويه يعني برضو مركز على الشباب. الشباب بقى يعني انت كشاب خليك محترم، ما تبصش، ما تركز، ما تقربش من حد، وتستخدم غض بصرك. غض بصرك يعني الدين مش ممكن بصرك. ربنا يعني سبحانه وتعالى هيكرم المرأة ويجي ناس بني ادمين ربنا خلقهم يهينوا المرأة بالطريقة دي؟ حتى اللي عايز يفكر يعني بأي طريقة يفكرها هتيجي من اي اتجاه، ما ينفعش. وبرضو من ضمن الخطاب الديني، انت دلوقتي عندك ايا كان الدين ايه، احنا كلنا كبشر لازم نكون ايجابيين، نتحرك بشكل صح، نشوف الغلط ما نسكتش عليه. صح. على فكره انا بكرر للمره الثانيه والثالثه، انا ما عملتش حاجه رهيبه، ما عملتش حاجه مبالغ فيها، بس حضرتك معانا النهارده علشان الشباب يحتذوا بيك، وحتى اللي بيفكر يعمل كده لا يعمل، ما يخافش. شفت استاذ عصام عمل ايه؟ لا اعملوا كده، خلوا 50,000 مبادره موجوده في مصر تمنع التحرش. هو يعني هو الفترة الجاية، أنا آسف جدا، الفترة الجاية احنا هنشتغل على التوعية على الفيسبوك، هنزل سيشنز عن الدفاع عن النفس للبنات والوقاية وازاي البنت تخلي بالها في الشارع وتتحرك صح وتخلي بالها من أي حاجة بتحصل حواليها، وإيه الأسلحة اللي ممكن تستخدمها للدفاع عن نفسها، يعني مثلا كالسبراي أو الإلكتريك شوك حقها. انا دلوقتي ما يجيش حد يضربني للاسف واسيبه او يمد ايده عليا واسيبه، لا صحيح. انا لازم ادافع عن نفسي عشان بتوصل لمرحله خطف، تركب مع سواق تاكسي تلاقي عايز يخطفها يروح مثلا طريق كده، لا يكون معايا سلاح ادافع عن نفسي. معيش سلاح اتعلم ازاي ادافع عن نفسي بايدي، يعني البنات مثلا عندهم ضوافر ممكن تعمل له كده في عينه وخلاص طيب. وتهرب طيب. منه يعني هو الموضوع لم يغلق بعد، واحنا لسه في جوانب اخرى احنا كان لازم نتكلم في هذا الموضوع لانها ظاهره موجوده في المجتمع واحنا جزء من هذا المجتمع، احنا بنتضر
وعايزين نمنع الضرر على قد ما نقدر. انا طبعا في النهايه بشكركم شكرا جزيلا، ونحن يعني لنا لقاءات اخرى باذن الله. انا ليا طلب قبل ما نقفل البرنامج. انا عندي طلب لوزير التعليم ان هو ارجوك احمي بناتك في المدارس، ويا ريت الاخصائيين الاجتماعيين يكون لهم دور الفتره اللي جايه في توعيه الولاد مش البنات، توعيه الولاد في المدارس ارجوك. ده طلب من بنت ليك. تمام. طيب بشكر حضراتكم شكرا جزيلا أستاذة داليا عيسى، عضو مؤسس بحزب الدستور أمانة المرأة، شكرا لك. شكرا جزيلا. وبشكر أيضا الأستاذ عصام بشري مؤسس صفحة أربط متحرش. شكرا فندم. الموضوع لسه ما تقفلش ولسه هنتكلم فيه في حلقات مقبلة، خليكي فاكرة أنت مش سلعة. بعد الفاصل ديوان المظالم.